عم ابوس ايدك انجز انجز انجز. هو فاول فاول ايه؟ فاول احنا بنلعب كوره بس. ايه معلم؟ بص 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 رايحه فين؟ بص رايحه فين؟ رايحه فين ايه؟ رايحه فين ايه؟ تعلم بقى تعلم انت اللعب. ايه ده؟ تعلم. مش مستاهله، ما ممكن العبها كده، ما هي سهله. استنى بقى استنى بس. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مش فاهمك انت في البلياردو يا ابني. انت بتنط في البسين ولا بتلعب ايه انت؟ استنى يلا. صباح الفل يا رجاله. اهلا لولو، هات لي موز بلبن. لولو لولو وموز باللبن؟ الراجل اسمه عليوة وشنبه قد كده، تقول له لولو هات له الموز باللبن لبن سك يا لولو لما ما تزعل. اه والنبي يا لولو هاته له في مج يكون بينك عشان يليق على القميص. ايه ده في؟ لا هات لي في الاحمر عادي اللي بشرب فيه. يا لهوي اخرتي ليه قلب امك؟ كنت مع ماما بنجيب هدوم. ايه ايه؟ مع امك بتجيب هدوم؟ انا امي ما جابتليش فانيلا لغايه دلوقتي. طب بتجيب لك قمصان يعني ولا ايه؟ ايه؟ بتجيب لك قمصان؟ لا امي لا تجرؤ اصلا تجيبها لي حتى ولا على سبيل الهزار ولا على سبيل الافيه. في ايه؟ في ايه؟ هي ذوقها كويس في اللبس وانا بحب ذوقها وبجيب معاها هدوم، ما فيهاش حاجه يعني. مش دي الفكره، هي اصلا تجيب لك ليه هدوم؟ استنى بس استنى، جابت لك هدوم ليه؟ النهارده عيد ميلادي اصلا، تميت 30 سنه. ما دي المشكله. الله على النبي. يا عم دي المشكله ودي المصيبه. احنا عمالين نكبر والمشكله توسع من تحتينا، نكبر والمشكله توسع من تحتينا. اتفضل ده لما يوصل 50 شوف هيعمل ايه في الدنيا. مش هيسمعك طول ما انت بتزعل، لازم تقنعه ولازم بالهدوء. قول له انت يا سيدي خلاص، مامته خدته تجيب له هديه عيد ميلاده هدوء. لا بس برضه مش منطقي ان امك تاخدك من ايدك تجيب لك هدوم، ما تديك فلوس ولا تديك في دماغك وتنزل انت لوحدك. ايه يا موره في ايه؟ موره ولا ما تدلعنيش يلا، بحس ان انا مش مظبوط كده لما بتقول لي يا موره. انا مش عارف ايه، مش هتجيب لي هدوم هديه عيد ميلادي، هتجيب لي حاجه تانية هديه عيد ميلادي. ماما عايزه تجيب لي عروسه. ايه البلاستيك دي اللي بيتلعب بيها الباربي يالا؟ لا عروسه اتجوزت. في ايه؟ لا 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 هقول له. هتقول لي ايه؟ انت عارف احنا مسمينك ايه على التليفون يا طارق؟ بتقولوا عليا ايه من ورايا؟ مسميني ايه؟ خمن كده. تيتو. ايه تيتو ده يالا؟ كان دكر، فلما فكروا يجيبوا له دكر يعملوا جابوا مين؟ جابوا احمد السقا. انا مش فاهم فيها ايه يعني. مسميني توتي؟ توتي يا اخي توتي. توتي مين؟ ده توتي ده يوم ما اعتزل ايطاليا وقفت على رجل. طب ما انا بعرف اقف على رجلي عادي اهو. ولا بصك في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ احنا قاعد مسجلينك على الموبايل ان اي او ناو. حلو ناو حلو. انت قطه. ناو حلو ايه؟ ناو ايه؟ ما انت ان اي او ناو نيو بتقولوها ازاي؟ ننوس ان امه. حلو. طب عارف الرنه اللي احنا حاطينها لك على موبايلنا ايه؟ دي الرنه ايه؟ دي اللي هتجيبه الارض يسخن بقى ينشف. اديله بقى. ايه الرنه؟ ماما زمانها جايه. جايه بعد شويه. فين بقى؟ فين؟ جايه بعد شويه يعني. يعني ايه فين؟ ايه علاقه ده بيا؟ لا حبيبي عشان انت ابن امه. انت ابن امه. وانت ابن خالتك؟ لا يا حبيبي ما ايه؟ ما انت ابن امك برضه. كيف سرتهم يلا على لسانك يلا تعبيط يلا ولا ايه؟ انا ما قلتش حاجه على مامتك، انا بتكلم. ولا ده اخر مره شاف امه كان في ثانويه عامه يلا. في مرحله الواحد لازم يعديها كده ما يبقاش ابن امه ينشف. لو سمحت بس معلش مش معايا تليفون. ماما بيكلمني، ممكن ما تعليش. امال انت ما بتكلمك انا ما بتكلمكش. الو. ايوه مامي. انا مع خالد وعمرو. يا ابني ما تقولش اسمي في اي شبكه. طب خالد بيشرب سجاير. ايه؟ والله العظيم بيشرب، اقسم بالله. خالد مامي عايزه اكلمك عشان تطمن. وتكلمني ليه يا امك؟ عشان تطمن عليا. ايوه امك تكلمني ليه؟ انا اصلا ما بكلمش امي في العادي. هكلم امك على الموبايل؟ اسمعني ايه اللي هتسمعني؟ انا اخاف ولا ايه؟ كلمها انت عم كلمها. ايوه يا طنط. طمنا خالد. احد يا ابني هكلم امه ليه؟ معلش عشان تطمن بيك. مش فاهمنا احنا كده. الو. ايوه ايوه طنط. ايوه انا خالد. هو ليه بقى نعم كده فجاه لما كان بيتنرفز ليه الوقت؟ كذاب قوي. ايه 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 ده ايه ده في ايه؟ الولاد دي بتزعلي ليه؟ الولاد دي بتزعلي ليه؟ انا امي ما تجرأش تتكلم معاك كده. ليه بتكلمني ليه؟ يعني امتى اشرب سجاره؟ مش سجاره هي مالها هي انا اشرب ايه؟ يا حبيبي انا كبرت واتجوزت وجبت اشرب وبسمله لوحدي من غير امي. ها يا حبيبي انت بقى امك دي جابت لك ايه؟ جابت له هدوم يلا. جابت له هدوم دي جابت الهم والوكسه. لا يا ماما. لا يا مامي. لا هو متنرفز شويه معلش. الا امشي واسيبه في ايه؟ صاحبي بحبه. هرجع 11 اعتبريني في عيد ميلاد. مش كل مره تعملي معايا كده. عايز اسهر شويه مع اصحابي. حاضر جاي. عاجبكم كده؟ ما تطمنلكوش. قايل لي تعالى دلوقتي.